موضوع الناس اللي بدات تشوفهم اونلاين عندك في الفيس وهم مش عندك في الفرنس اصلا، فازاي بيظهروا لك؟ الموضوع ده مش عفركوش ولا حاجه، الموضوع بكل بساطه ان ارقام الناس دي غالبا موجوده عندك في الموبايل، وانت رابط الفيسبوك بتاعك بالموبايل وعامل ابلود للاسماء كلها على الماسنجر بتاع الموبايل، فبالتالي الناس دي ظاهره بناء على الاسماء اللي موجوده على الموبايل بتاعك، فهم بداوا يظهروا اونلاين. والموضوع ده اصلا مش جديد، يعني لو جينا على الكمبيوتر كده، لو جيت تشوف عندك الكوميونتي بتاع الفيسبوك، كان في واحده سالت سؤال، يعني واحده لطيفه كده من 3 سنين، يعني الموضوع اصلا مش جديد، الموضوع من 3 سنين، يعني حتى دي بتوصل لنا متاخر، بتقول لك هي ووز نيفر فريند اون فيسبوك بات. المهم ده كله بيقول لك ايه، يعني معنى الكلام ان في ناس بتظهر لي اونلاين وهم مش عندي، لولا متعجبه الصراحه وعامله لك علامه استفهام في الاخر. فدخلها محمد، اه والله ده واحد بركه مسلم، هو اللي رد عليها، محمد ابو ايه ابو الغسيم، ما علينا يعني، ما هو محمد وخلاص. قال لها افتحي يا ستي اللينك ده، فاللينك انتوا لو فتحتوه دلوقتي هتلاقي عندك لسته كبيره وطويله وعريضه فيها كل الاسماء اللي موجوده عندك في الموبايل. هو ده السبب المنطقي اللي الناس دي بدات تظهر لك اونلاين. واللي انا لاحظته برضو ان في ناس كنت متكلم معاهم قبل كده وعملوا لي ان فريند الصراحه، وبعد كده بداوا يظهروا اونلاين ورجعوا تاني، مش عارف اشكله ولا ايه. المهم يعني ان الموضوع ملوش علاقه بان بقى واحد بيبحث عنك في السيرش والكراش بتاعك دخل شاف البروفايل بتاعك ومش عارف مين دخل عند مين، فكده عشان كده ظهر له اونلاين. احنا لازم نحط التاتش بتاعنا، الموضوع ملوش علاقه بالسيرش نهائي، ولا له علاقه ان انا دخلت على البروفايل بتاع الاخت الفلاني ولا الاخ الفلاني فعشان كده بظهر اونلاين عنده. فالموضوع المنطقي زي الاخ محمد ما قال لنا اهو دلوقتي، يعني حتى اخي الاجانب داخلين معلقين من كل الاجناس وكل الاطياف، كله بيقول لك ثانكس، واللي تقول لك ذيس از انسر، واللي تقول لك ثانكس الوت، واللي تقول لك مش عارف ايه ونط، والحاجات دي كلها، وثانكس فور ذا هيلب، يعني الحاجات دي ساعدتني. وعندك يعني بيقيموا بقى او بيصوتوا على الاجابه بتاعت الاخ محمد، ففي عندك هيلب فول ونوت هيلب فول. الاجانب عندهم حاجه كويسه جدا، ولما بيشوفوا حاجه عجبتهم بتبقى فعلا عجبتهم، فكلهم بيصوتوا بمصداقيه، مش احنا بقى هيصه بتخش تصوت تقول لك اعمل كذا عشان احنا عارفينه، فخش وهيصه، او مش عارف مين عشان دخل مين دخل جاب كتب اجابه لاستاذ مثلا، فالاستاذ ده لازم تبقى اجابته صح، فكله صح يا استاذ. الله عليك يا استاذ، المهم ان هم عاملين ايه، 49 اوف 50 بيبل فاوند ذيس هيلب فول، ان 49 واحد من ال 50 علموا ان دي هيلب فول، وانا ال 51 اهو هعلم انا كمان، فبقينا 50 من 51. فادخلوا صوتوا بقى للاخ محمد، فهو ده الموضوع.